مش موسم، سنة، عندنا سنة 2023، سنة مهمة جدا، سنة طويلة جدا، سنة صعبة جدا، وده يخلينا نهتم بكل تفصيلة صغيرة حتى لو كانت مباراة في الدوري. شفتوا ماتش امبارح قدام فاركو ازاي؟ ايه اللي عجبكم؟ ايه البوزيتيف؟ ايه النيجاتيفز من وجهة نظركم؟ ابتدي بمين؟ ابتدي ببلال، يلا. يعني مباراة فاركو كانت جاية بعد تعادل طبعا فيوتشر. ما عجبش حد، طبعا التعادل امام فيوتشر وفقد نقطتين، خاصة ان فيوتشر كان بيلعب ناقص واحد من الدقيقة 20، فيعني كان في حالة من عدم الرضا عند معظم الجمهور. كنا بننتظر طبعا مباراة فاركو، فريق فاركو دخل المباراة بتحدي طبعا ودوافع تولي ايهاب جلال للمسؤولية، طبعا اول مباراة لايهاب جلال، ودي طبعا دايما مع اي مدرب جديد بيبقى شكل الفريق ودوافعه اعلى من السابق. النادي الاهلي نجح ان هو يحرز هدف طبعا مميز في بدايه المباراه، هدف احمد عبد القادر. اللي بيعيب النادي الاهلي او الفتره دي حاليا ان انت بعد ما بتبدا تركب الجيم وتبقى خلاص ماشي في سكه ان انت هتفوز بواحد واثنين وثلاثه، بتبدا تدخل المنافس زي ما حصل في مباراه فيوتشر. حصل امبارح من هجمه كثافه، للاسف كان في كثافه عدديه في نص ملعب النادي الاهلي، ست لاعبين، خمس لاعبين مع الشناوي، ست لاعبين من النادي الاهلي قدام اثنين من لاعبي فاركو، ومع ذلك تناقل لاعبي فاركو الكره وانتو اكتر من مره لحد ما وصلوا المرمى او لحد ما وصلوا منطقه النادي الاهلي واحرزوا الهدف. دي السلبيه اللي انا بعيب عليها على لاعبي النادي الاهلي في الفتره الحاليه، ان انت بتدخل المنافس الجيم في وقت انت قادر تحسم المباراه من البدايه بهدف واثنين وثلاثه. دي 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 نقطه. دي النقطه السلبيه. النقطه الثانيه لو عايز حضرتك تروح لها، النقطة الثانية ان انا عايز من اللعيبة اللي موجودة دلوقتي، ان هي انا حاسس ان في بعض اللاعبين فقدوا الدوافع، حسوا ان هم يعني عملوا فازوا باثنين افريقيا، فازوا بكل البطولات تقريبا، بس ده يعني دي حاجه سلبيه جدا ان انت تفقد الدوافع، دوافع تحقيق المكسب والبطولات ديت، هتعمل حاله من الاستهتار، حاله من الدلع، حاله من عدم او اللامبالاه بمعنى اصح عند اللاعبين. لا، ده مش مطلوب، مطلوب ان دايما يكون في منافسه. اختلف معاك في الجزئيه دي، وما اعتقدش انه اي حد، انا ما بتكلمش على اسماء اكس واي زد، اي حد لابس تيشيرت النادي الاهلي يفقد الدوافع لاي شكل من الاشكال، وعارف تماما جدا انه الهدف الاول والهدف الرئيسي ليه هو التتويج، مفيش حاجه تانية، دي شغلتك. تجديد الدوافع بقى. يعني احنا بنتكلم عن تجديد الدوافع. انا فزت باثنين افريقيا، فزت بدوري، فزت لسه بسوبر مصر. ده انا ازود بس على كده، انه الدوافع المفروض تزيد، لان انت عارف انك لازم تعوض الجمهور بالزبط. عن الموسم اللي فات طالع منه، يعني سيبك من كل التفاصيل اللي في النص، وفي النهايه النتيجه بالنسبه للجمهور مهم، حققنا ايه، القاب ايه. انت السنه اللي فاتت وابتديت الموسم ده بدايه كويسه، وخدت السوبر على حساب الزمالك، وقدمت بشكل كويس في بدايه على مستوى النتائج، انت ما عندكش اي مشاكل يعني، الناس ماشيه كويس جدا، وكولر ماشي كويس جدا، لكن على المستوى اللي جاي هو ده اللي يمكن قلق الجمهور. الجمهور مش متضايق من النتائج او متضايق منك انت خسران حاجه، او انت بالعكس ما تعادلتش غير مباراه واحده، لكن الجمهور لما بيقلق على اللي انت رايح له. انت السنه دي 23 عندك هتبتدي كاس عالم، هتبتدي تشامبيونز ليج، هتروح في اخر الموسم لسوبر ليج، وبالتالي كل ده بتبني عليه وبتقيم عليه مستوى. علشان كده انا قلت لحضرتك احنا محتاجين نجدد الدوافع، اللاعبين يبقى عندهم الدوافع، يخلقوا دوافع جديده زي ما حضرتك قلت، عايز افوز، عايز ارجع تاني للمشهد الافريقي بقوه زي ما كنت عليها، ارجع انا غايب عن الدوري بقالي موسمين بخسر لقب الدوري، عايز ارجع. فده كل ده محتاج تجديد دوافع. بالظبط. طيب.